السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سلمى الفاسية. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا تحضيرات لواحد الكوتي اللي غادي نحضره للضيوف ديالي. غادي نوجد واحد البلاطو ديال المالح، يعني مخلط فيه شكيلات ديال المالح، فخليكم معايا إلى آخر الفيديو وفرجة ممتعة.
الفيديو ديالي وصل للنهاية ديالو، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. بطبيعة الحال الفيديو جاني طويل طويل بزاف، نسيت ما قلتش لكم بان الفيديو فيه جوج ديال الاجزاء، يعني هذا الجزء الاول، وغادي تنتظروا معايا ان شاء الله قريبا الجزء الثاني باش تكملوا معايا التحضيرات ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بلي لايك بلي كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب ديالكم. الا كنتو مازال ما تشاركتوش معايا في القناة فاشتركوا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما للجديد، وغادي نقول لكم تهلاو في ريوسكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.